السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين كرام متابعي قناة من آخر خلاص، معكم محمد نور الدين. في الفيديو ده بإذن الله تعالى هنتعرف على المجموعات الثمانية لكأس العالم اللي هتتلعب بإذن الله تعالى في قطر 2022 في شهر نوفمبر وشهر ديسمبر 2022. متابعين الكرام، أنا بعتذر لحضراتكم إن أنا عملت الفيديو في وقت متأخر زي ده، بس إحنا في رمضان، كل عام وأنتم بخير، فأعتقد في ناس كتير ممكن تكون سهرانة يعني. دلوقتي هنتعرف على المجموعات الثمانية، بعد كده هقول رأيي مين اللي يقدر يتأهل في كل مجموعة، وبعد كده طبعا هطلب من حضراتكم تتوقعوا لي كل مجموعة مين اللي هيتأهل منها من دور المجموعات، مركز أول ومركز تاني، وهقول لكم مواعيد مباريات الجولة الأولى والجولة التانية والجولة التالتة من كأس العالم والقنوات الناقلة والتوقيت كامل بإذن الله تعالى. ده اللي هيبقى على مدار الفيديو، لو الفيديو طول شوية يعني هنقول بالاستفاضة يعني. تمام، خلينا نبدأ الأول نتعرف على المجموعات الثمانية، مجموعات كأس العالم قطر 2022. كل عام وحضراتكم بألف خير. المجموعة الأولى، المجموعة A، تضم أربع منتخبات: منتخب قطر اللي هو صاحب الدولة المستضيفة طبعا، منتخب السنغال من أفريقيا، منتخب الإكوادور من أمريكا الجنوبية، ومنتخب هولندا من أوروبا. قطر هي قوية، والسنغال طبعا شفنا اللي عملته، أعتقد السنغال هتبقى قوية جدا يعني. الاكوادور ادائها في كاس في تصفيات قاره امريكا المؤهله لكاس العالم امريكا الجنوبيه ما كانش اداء قوي يعني بنسبه كبيره، ولكن هي قدرت تفوز على المباريات اللي على ملعبها، وقدرت تعمل نوش كده مع البرازيل ومع الارجنتين، تعلت في مباراه ولا حاجه، ولكن هي ما خسرتش مباريات كتير، فهو ده اللي خلاها تتاهل كمركز رابع من تصفيات قاره امريكا الجنوبيه. هي فريق قوي ولكن مش قوي زي اوروجواي وزي البرازيل والارجنتين يعني، وبيرو اعتقد كانت اقوى منها، بس هي كانت تعثرت بيرو في اكتر مباراه، ودلوقتي وصلت للمركز الخامس بيرو. هولندا طبعا يعني فريق قوي، فريق قوي جدا، كان متصدر مجموعته، مش فاكر بصراحه مجموعه هولندا كان فيها مين، ولكن هو كان متصدر مجموعته، اعتقد كان معاه ممكن يكون، لا مش قادر افتكر بصراحه، ممكن يكون كرواتيا معاه تقريبا ولا حاجه، ولا بان كرواتيا كانت لا يعني هولندا تصدرت مجموعتها، مش فاكر مين اللي كان معاها ساعتها، ممكن ايطاليا، بان تصدرت على ايطاليا اعتقد يعني. طيب اعتقد اكيد هولندا هتكون هي المركز الاول في هذه المجموعه. السنغال وقطر يعني المنافسه هتبقى شرسه جدا بين الاثنين، الاكوادور اعتقد لا هتكون مركز رابع، ممكن تعمل مفاجاه بس ما تنفعش تكون مركز تاني، لكن السنغال تقدر تعمل مفاجاه وتكون هي المركز التاني. كل اللعيبه اللي احنا شفناهم الاقوياء جدا، كوليبالي، ماني، اسماعيل صار، كل الناس دي هيعملوا شغل عالي في كاس العالم. فانا برشح ان هولندا مركز اول والسنغال مركز تاني، مع ان اتمنى قطر يكون مركز تاني، ولكن يعني الصراحه مش عارف، مش حاسس. فبالتوفيق لمنتخب قطر جدا والله، بس اعتقد هولندا مركز اول والسنغال مركز تاني، قطر مركز تالت، والاكوادور متزايل المجموعه. تتاهل السنغال وهولندا الى دور ال 16. المجموعه بي تضم الولايات المتحده الامريكيه، امريكا بقى لها حبه حلوين ما بتجيش، ما جاتش كاس العالم بتاع روسيا اللي فات، ومش عارف بان ما تقريبا وصلت في كاس العالم في البرازيل 2014. انجلترا مركز معانا ايضا في هذه المجموعه من اوروبا، ايران معانا من قاره اسيا طبعا، والمنتخب الرابع هو ملحق اوروبا. وملحق اوروبا زي ما انت متابعني، لو انت متابع يعني، كنت عملت عن ملحق اوروبا دلوقتي اللي احنا تاهل عندنا البرتغال من هذا الملحق، وايضا تاهلت بولندا كده. فاضل المفروض في مباراه بين اوكرانيا امام اسكتلندا، الفائز من هذه المباراه بين اوكرانيا واسكتلندا هيلاعب منتخب ويلز، الفائز بقى من ويلز مع الفائز من اوكرانيا امام اسكتلندا هو ده هيبقى ملحق اوروبا. يعني معنى صح، مكان ملحق اوروبا ده ويلز او اسكتلندا او اوكرانيا. تمام، دلوقتي لو يبقى احنا امريكا من قاره امريكا الشماليه، انجلترا طبعا من اوروبا، ايران من اسيا، وعندك فريق من اوروبا اللي هو يكون ويلز او اسكتلندا او اوكرانيا. في جميع الحالات الثلاث منتخبات يعتبروا زي بعض. مين اقوى منتخب؟ اكيد منتخب انجلترا. ايران ممكن تعمل نوش، وامريكا ممكن تعمل نوش، واوكرانيا او اسكتلندا او ويلز ممكن يعملوا نوش، بس يعني انا بميل لان امريكا هي اللي هتقدر تخلص الموضوع وتبقى مركز تاني اعتقد يعني. يعني انا برشح انجلترا مركز اول وامريكا تكون هي المركز التاني، وحاسس ان ايران هتعمل شغل ولكن امريكا هي اللي هتبقى مركز تاني. وملحق اوروبا اوكرانيا او ويلز او الفريق اسكتلندا يكون مركز رابع اعتقد يعني، وايران تالت.
المجموعة سي تضم منتخب السعودية في المركز، مش يعني يا ريت يكون المركز الأول، أتمنى والله، ولكن السعودية هو معانا في هذه المجموعة من آسيا، المكسيك من أمريكا الجنوبية، أمريكا الشمالية طبعا تحت أمريكا على طول، والأرجنتين من أمريكا الجنوبية، وبولندا من قارة طبعا أوروبا. بولندا ليفاندوفسكي صحيح وصل الملحق وما وصلوش متصدر مجموعتهم، ولكن كانوا بيلعبوا كويس وقدروا ان هم يفوزوا على السويد في مباراة كانت قوية بين بولندا والسويد. فبولندا والأرجنتين طبعا آخر حاجة لميسي، خلاص كده ده آخر مباراة دولية او بمعنى اصح كاس عالم هيحضره ليونيل ميسي، كذلك لما نيجي لكريستيانو عند البرتغال هيبقى آخر كاس عالم ايضا. المكسيك والسعودية يعني ما يزعلوش مننا اخواتنا السعوديين طبعا، احنا حبايب وكل حاجة، بس اعتقد مع التلاتة دول العتاولة دول السعودية مش هتعرف تعمل حاجة، فهتكون هي مركز رابع. انا برشح ان المكسيك هتكون هي المركز الاول، وما تسألنيش ليه مش ليه مش الارجنتين المركز الاول، حاسس ان الارجنتين بتبقى هادية شوية في دور المجموعات، معرفش ليه بصراحة، فاعتقد ان المكسيك هي اللي هتبقى المركز الاول، الارجنتين مركز تاني، بولندا مركز تالت، والسعودية للأسف هي المركز الرابع اعتقد. المجموعة دي وتضم المجموعة الرابعة تضم تونس من قارة أفريقيا، منتخب تونس العربي طبعا، الدنمارك من أوروبا، فرنسا من أوروبا لو بطل كأس العالم 2018 كأس العالم اللي فات، وعندهم في نفس المجموعة ملحق آسيا أمريكا الجنوبية. دلوقتي في أمريكا الجنوبية المركز الخامس منتخب بيرو، في ملحق آسيا عندنا مباراة المفروض تحدد مين اللي هيطلع من آسيا، اللي هو أستراليا هتلعب مع الإمارات، أتمنى الإمارات تفوز طبعا، المهم الفائز من أستراليا والإمارات هيلعب مع بيرو، الفائز بقى من المباراة في الآخر خالص بين بيرو أو الإمارات وأستراليا زي كده ملحق أوروبا، هو ده اللي هيتأهل في المكان ده. وأنا أتمنى الإمارات، يبقى عندنا ممكن يكون عندنا منتخبين عربيين في نفس المجموعة، يعني الإمارات وتونس يعني، أو هيكون مكان الإمارات هيكون أستراليا أو هتكون بيرو، واحدة من الثلاثة دول مش عارف، حاسس إن بيرو هي اللي هتحسمها، لأن أستراليا هتكون منهكة من اللعب، وكذلك الإمارات لأن هيلعبوا مباراة ذهاب وإياب، هيجي يلعبوا قدام بيرو بقى بعد كده، بيرو هي اللي هتقدر توصل أعتقد، يعني حاسس كده. فانا بقول ممكن بيرو هي اللي تكون موجوده في المجموعه دي، وجميع الحالات فرنسا مركز اول والدنمارك مركز تاني، للاسف تونس هتكون مركز ثالث ثالث، وبيرو او الامارات او استراليا هتكون مركز رابع، لو استراليا اللي وصلت للاسف تونس هتكون مركز رابع. عامه يعني اكيد فرنسا مركز اول والدنمارك مركز تاني، ده رايي، وبالتوفيق لمنتخب تونس بقى، يعني مش عارف ايه اللي هيحصل، الموضوع صعب بصراحه. المجموعه ايه، المجموعه الخامسه اليابان والمانيا واسبانيا، ومعاهم ملحق الكونكاكاف امام اوكيانوسيا، ملحق الكونكاكاف ده كوستاريكا، كوستاريكا دي في قاره امريكا الشماليه، هتلعب مع الفائز من اوكيانوسيا اللي هو في الغالب هيبقى نيوزيلندا، فنيوزيلندا هتلعب مع كوستاريكا والفائز بقى هيوصل في المكان ده، تمام كده. طيب يبقى اليابان والمانيا واسبانيا، قول كوستاريكا مثلا، كوستاريكا هي مركز رابع في امريكا الشماليه، هتعمل ايه مع الثلاثه العتاوله دول؟ اعتقد المانيا واسبانيا واليابان المباراه يعني المباريات هتكون حاسمه جدا وقويه جدا بين الثلاثه. انا برشح ان اسبانيا هتكون متصدره، ما اعرفش ليه بصراحه المانيا مش هتبقى متصدره، ولا اقول لك لا، المانيا الراجل اللي كان ماسك بايرن ميونخ هو اللي ماسك المانيا دلوقتي اللي هو هانز فليك، الراجل ده برنس بصراحه في التخطيط، وبيعمل شغل عالي قوي، بيدي بالستات والسبعات والحاجه عاليه قوي، فالمانيا هتكون متصدره المجموعه، اسبانيا هتكون مركز تاني، بس اليابان هتتعبها قوي، فاليابان هتيجي مركز تالت، وكوستاريكا او نيوزيلندا هتكون مركز رابع. المانيا واسبانيا مركز اول، المانيا واسبانيا مركز تاني، اليابان ممكن تعمل مفاجاه ماشي، بس يعني اعتقد مستبعده شويه. مجموعه اف، المجموعه السادسه، منتخب المغرب متصدر، او يعني يا رب يكون كده فعلا، منتخب المغرب من افريقيا معانا، كندا من امريكا الشماليه، كرواتيا من اوروبا، وبلجيكا من اوروبا طبعا. بلجيكا كانت تالت العالم او المركز الثالث في العالم كاس العالم اللي فات، لا ساعه ما خسرت من كرواتيا او لا خسرت من فرنسا، خسرت من فرنسا او كرواتيا مش فاكر، الاثنين كانوا في نهائي كرواتيا وفرنسا، المهم يعني انها خسرت بعد كده قدرت تكسب من انجلترا، فانجلترا هي انجلترا قابلت فرنسا وبلجيكا قابلت كرواتيا، كرواتيا غلبت بلجيكا وفرنسا غلبت انجلترا، انجلترا لعب بلجيكا اعتقد، بلجيكا كانت مركز ثالث لانها كسبت انجلترا، وانجلترا كانت مركز رابع، المهم ان بلجيكا كانت ثالث العالم، كرواتيا كانت ثاني العالم المركز الثاني، بس ادائها قل شويه بعد كاس العالم، لان اللعيبه اللي كانت موجوده لوكا مودريتش وريبيتش وكل الناس دي كلها كبروا في السن، فاللعيبه الصغيرين مش زي الكبار،
فاعتقد بلجيكا هي اللي هتتصدر مجموعه هذه المجموعه. بلجيكا ايوه اعتقد هي البلجيكا. المغرب ممكن تعمل نوش قدام كرواتيا وكندا، والله مش مستبعد ابدا ان المغرب تكون مركز تاني، وصدقني لما اقول لك كده ان المغرب بتلعب كويس جدا وعندها لعيبه كويسه جدا، فانا برشح بلجيكا المركز اول يعني، والمغرب مركز تاني، ها، وكرواتيا تالت وكندا رابع. ده توقعاتي، ما عادي بقى اكتب توقعاتك انت كمان. المجموعه جي، المجموعه السابعه، البرازيل من امريكا الجنوبيه، سويسرا من اوروبا، الكاميرون اللي هي غلبت الجزائر للاسف الحمد لله على كل حال من افريقيا، وصربيا من صربيا دي على فكره غلبت البرتغال وكانت متصدره مجموعتها يعني ما تستهونش بيها، وصربيا من اوروبا ايضا. خليني اقول لك ان سويسرا هي اللي غلبت ايطاليا بقى، معلش، هي اللي كانت معاها في المجموعه، هولندا كانت مع مجموعه تانية. دلوقتي عندنا البرازيل بدون منازع هتكون هي متصدره مجموعتها من الاخر يعني. الكاميرون مش هتعرف تعمل حاجه مع الاتنين دول من الاخر، فانا اتوقع يعني ان سويسرا او صربيا تاني، واللي هيخسر منهم هيكون تالت، والكاميرون هيكون متزلزله المجموعه هيكون مركز رابع. اعتقد الكاميرون مش قويه يا جماعه، مش قويه قوي يعني، هو كل الحكايه ان هي غلبت الجزائر على ملعبها بعد فرص كتير جدا من الجزائر، واعتقد الحكم زي ما بيتقال كده ان هو كان مش كويس. يبقى توقعات ان البرازيل مركز اول، وهروح مع شاكيري وصربيا هنا في فلاهوفيتش، اعتقد فلاهوفيتش من صربيا باين، يعني هروح مع سويسرا، هروح مع سويسرا. يبقى البرازيل مركز اول وسويسرا مركز تاني، صربيا تالت والكاميرون رابع. المجموعه اتش، المجموعه الثامنه، عندنا اوروجواي من امريكا الجنوبيه، غانا من افريقيا، وكوريا الجنوبيه من اسيا، والبرتغال من اوروبا. مجموعه حلوه، مجموعه حلوه وفي المتناول للناس كلها على فكره. البرتغال قويه وكل حاجه وزي الفل، بس اوروجواي مش سهله، كوريا الجنوبيه اضعف شويه من اوروجواي، وغانا طبعا مش قويه للدرجه، هي غلبت النيجيريا ازاي يعني، نيجيريا كسبت، اسف، اتعادلوا 0-0 على ملعب غانا، وغانا اتعادلوا 1-1 امام نيجيريا على ملعب نيجيريا يعني اهداف ارض الخصم، فغانا مش قويه للدرجه يعني. فالبرتغال هتبقى هي متصدرة مجموعتها، اوروجواي مركز تاني، كوريا الجنوبية مركز تالت، وغانا مركز رابع متزايلة المجموعة. اتمنى اشوف مفاجآت من المنتخبات الافريقية، اتمنى المنتخبات العربية تعمل شغل عالي، ولكن دي توقعاتي للمجموعات الثمانية. ودلوقتي خلينا نعرف مواعيد مباريات الجولات. الجولة الاولى متابعين الكرام هتكون ايام الاثنين 21 نوفمبر 2022، والثلاثاء 22 نوفمبر 2022، والاربعاء 23 نوفمبر، والخميس 24 نوفمبر، 4 ايام. يوم الاثنين خلينا لك الجوله الاولى بس عشان الفيديو ما يطولش مننا، وبعد كده نبقى نتكلم مع اقتراب المباريات. يوم الاثنين باذن الله تعالى قطر هتلعب امام الاكوادور افتتاحيه كاس العالم على استاد البيت، الساعه 12 ظهرا بتوقيت مصر، والساعه 1 ظهرا توقيت قطر ومكة المكرمة. السنغال هتلعب أمام هولندا الساعة 3 عصرا بتوقيت مصر، والساعة 4 عصرا بتوقيت مكة المكرمة. مباراة قوية للسنغال مع البداية كده. إنجلترا هتلعب أمام إيران، مباراة قوية أيضا، 6 مساء بتوقيت مصر و7 مساء بتوقيت مكة المكرمة. وأمريكا هتلعب مع ملحق أوروبا اللي هو زي ما قلنا أوكرانيا أو اسكتلندا أو ويلز، الساعة 9 مساء بتوقيت مصر، 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة. في نفس التوقيتات عندنا الأرجنتين هتلعب أمام السعودية الساعة 12 ظهرا بتوقيت مصر، واحدة بتوقيت مكة المكرمة، ده الكلام ده يوم الثلاثاء 22 نوفمبر. فرنسا هتلعب مع ملحق آسيا اللي هو الإمارات أو أستراليا أو بيرو، الساعة 3 عصر بتوقيت مصر، 4 عصر بتوقيت مكة المكرمة. المكسيك هتلعب أمام بولندا الساعة 6 مساء بتوقيت مصر، 7 مساء بتوقيت مكة المكرمة. والدنمارك أمام تونس 9 مساء بتوقيت مصر، 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة، ده يوم الثلاثاء 22 نوفمبر. يوم الاربعاء 23 نوفمبر اسبانيا هتلعب مع ملحق الكونكاكاف ام اوكيانوس اللي هو يا اما نيوزيلندا يا اما كوستاريكا، المباراة الساعة 12 ظهرا بتوقيت مصر، 1 ظهرا بتوقيت مكة المكرمة. المانيا امام اليابان الساعة 3 عصر نومسا بتوقيت مصر، 4 عصر نومسا بتوقيت مكة المكرمة. بلجيكا امام كندا الساعة 6 مساء بتوقيت مصر، 7 مساء بتوقيت مكة المكرمة. والمغرب امام كرواتيا الساعه 9 مساء بتوقيت مصر، 10 مساء بتوقيت مكه المكرمه. يوم الخميس 24 نوفمبر 2022 البرازيل هتلعب امام صربيا الساعه 12 ظهر بتوقيت مصر، 1 ظهر بتوقيت مكه المكرمه. سويسرا امام الكاميرون الساعه 3 عصر مساء بتوقيت مصر، 4 عصر مساء بتوقيت مكه المكرمه. والبرتغال هتلعب مع غانا الساعه 6 مساء بتوقيت مصر، و7 مساء بتوقيت مكه المكرمه. اوروجواي
تلعب امام كوريا الجنوبيه الساعه 9 مساء بتوقيت مصر و10 مساء بتوقيت مكه المكرمه، وبعد كده نبقى نتكلم بقى على باقي الجولات مع اقتراب الايه المباريات. طيب ايه القنوات الناقله؟ بما ان كل مباراه من دول هتكون في ميعاد مختلف عن التاني، اعتقد قناه بين سبورتس اتش دي 1 بريميوم الاولى بريميوم، وبين سبورتس اتش دي 2 بريميوم الثانيه بريميوم، وبين سبورتس اتش دي 1 الاولى العاديه، وهم الثلاث قنوات دول هم اللي هيذيعوا مباريات كاس العالم. حتى لو ما يكون في بعد كده في التصفيات مباريات في نفس التوقيت، الاولى بريميوم والثانيه بريميوم اللي هم بيذيعوا دوري ابطال اوروبا هم اللي هيذيعوا كاس العالم. اشترك في القناه وفعل زر الجرس واعمل لايك للفيديو، انت كمان اكتب لي توقعاتك تحت في الفيديو عشان نشوف ارائك هتطلع عامله ازاي، ايه اللي هيحصل بعد كده. كان معكم محمد نور الدين، بالتوفيق للاربع منتخبات العربيه اللي تاهلوا لحد دلوقتي، بالتوفيق لمنتخب الامارات عشان يتاهل باذن الله تعالى. نراكم فيديو اخر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وكل عام وانتم بخير.